أعزائي متابعين قناة ديزابليك، مرحبا بكم. اليوم رانا في منطقة عوين تفول بقسنطينة، يوم 3 نوفمبر 2022. هذه برج سلالم اللي نزلوا إلى عوين تفول نظرا لطلبات بعض المتابعين من ديار الغربة، طلبوا منا أن نعمل جولة في عوين تفول، فها أنا ألبي طلبهم. طبعا منطقة قديمة جدا، كانت تعرضت إلى انزلاقات العفو والغفران نسأل، آه يا مالك الملوك يا الله يا قسنطينة. طبعا هذه المنطقة كانت سوق صغير يباع فيه الحبوب ومختلف المنتوجات. السلام عليكم جزائر خويا. الله يبارك. السلام عليكم. انتم اولاد عوين تلفول؟ اولاد عوين تلفول. فري عوين تلفول. تعطيونا فكرة على عوين تلفول؟ انت صغير ما حضرتش بالك. معليش نعطيك فكرة لينا. معليش فوت معنا. فوت نورمال انا. هيا روح هيا. ولد عوين تلفول فري. فري. نعم. كيف ولات هكا؟ كانت بكري هنا نشفانا كنا نشريو الحبوب، اللحم تاع العتروس. الدولة اللي ما خلاتهمش يخدموا، قال لك كاين المرض. لا لا ما نهضرش على قبل، نهضر من قبل، من السبعينات بالك كانت مليحة. كاين كاين. نهضر كيفاه ولات؟ كاين في الماضي بفتح الضياع على آخره. سمعت الأخ منا عطانا درس في النحو والصرف. أيوه. ثم عطانا الصرف وصول. وهذه العين صاي راحت عاد ما كانش. ما كانش. العين هذيك قطر برك. إيه عين سامطة. عين سانتا. ايه. ولي تحت فريجة. فريجة ايه. من بعد نضربوا لها دورة. وهذه واش كان؟ راحت فيها كاملة. هذه كيما نقولوا هادو مخازن هادو. مخازن. كان يبيع الفريج صار حصيرة. ايوا. الحاجة هنا حضر لها هذا. ايه. ومن بعد خلاص درك. ودرك واش بقى واش ولات؟ درك فارغ. كان والو. راحوا بعدين اللي يخدموا الفراشات والقصاص. واش كاين مكان حتى انا نشاط فيه؟ لا كان والو. نقدروا نشوفوه؟ ايه شو كيف هذا؟ راح النشاط هذاك. راح النشاط. خلاص بارك الله فيكم مليون. حاب نشوف السكان اللي تحت، نهبط نشوف الفيلا تاع فيروندو وحوايج هكا تاع بكري. حوايج وهادو يعرفوهم حوايج بكري. هادو قول لنا تايا واش كاينه منا؟ كاين غار الطوبه. وين غار الطوبه اللي في باركينغ؟ من لورا. وكاينه غار ميمون وغار الطاقه. تقدر تنعت منا؟ هو منا تهبط لواد وشوف تخرجوا حتى طريق تاع لابيسين. خلينا سيدي ميمون بصح الغار مغلوق انا راح تلقيته. هاك تلقاك تلقاه محلول. مع الطريق. مع الطريق. غار بعيد شويه او اللوط. انا دخلت الغار هذاك تاع غار الطوبه خشيت انت. دخلت الغار تاع العين هذيك اللي فوق. خرجت البون دو ديابل جسر الشيطان. شوف نواصلوا نشوفوا. كل عام كيف معكم تنيجر. هذا هنا هذه هنا العين. ننزلوا نشوفوا العين كيف ولات. هذا السوق القديم طبعا اغلق. يشاهدوا نتيجة انه هذه لاكوفال نهار بناوها غطاو على هذا السوق، فاضطرت انه اصحاب المحلات انه يحولوا لانه ضيقت عليهم. شوف بناوا لهم هذه لاكوفال هذه تعاونية. السلام عليكم. والله صار بك ما زلت فكرتني فيلم لو ديرني دي مويكو. ما زلت تا هو الاخر هنا. راحوا كولا. تفضل مرحبا بك. معليش شوف تفوت معنا في اليوتيوب. معليش تفضل. كيما بقيت انت تحارب اخر واش دير نحاسب؟ ايه. قول صديقنا والله يعني مفاجأة. بقيت انت اللي تخدم في نحاسب. ايه. وين راحوا الجماعة اللي معاك هنا؟ معايا وحدي.
عرفهم. اه نهضر على الحوالات اللي كانوا هنا. ايه عرفهم. كانوا هما زوج بركه راه عرفهم. اه ماشي الحانوت اللي معك، نهضر على التجار، التجار اللي كانوا هنا. ايه كانوا زوج بركه. زوج بركه. بزاف يخدموا. وانت راك تخدم في النحاس. اه. هيا مليح والله. الله يعينك عايش. بارك الله فيك، تما انت اخر المحاربين. يا وي. انت منك من العين اللي تقطع هذيك. هيا تعيش. هذا الشاب مازال يقاوم. لا شين دي زاد ويك. دي زاد ويك. ويك كيما اسبوع. حاب تشوفها. دي زاد ومن بعد دير ويك دبل في او او كا اسبوع. طال فيها المقبل. نعم؟ طالي قلت لك فيها. اه فيها 170 فيديو عندي 20. اقسم بالله لا شين. اه هيا هو. هاي. هاي صحة. هاي. هي حوسة لا شين. قناة. شوف ال انا المتاجر كلها مغلقه تقريبا باستثناء هذا اللي شفناه. والان شوفوا العين، هذه عويت الفول، هذه العين. لا زالت فيها قطرات من الماء. هذا لاكوفال، هذه اللي عملت خناق على المحلات هذه. تعاوني في تسويق الخضرة والفواكه. نتوجه الى فريجه، هذه منطقه فريجه، هذه كانوا يعملوا فيها طقوس قديم، يعني يجيبوا نشره ويعملوا يعني زياره. فريجه هذه مش معروفه بالضبط شكون هي فريجه، في بعض الاساطير يقول لك بانه الجدار هذا كل ما يبنيوه كل ما يتهدم. هذه فريجة، هذا الجدار فيه اساطير تقول لك كل ما يصلحوه كل ما يتهدم. طبعا مش عارفين اذا كان هذا الشيء صحيح ام لا، ولكن هذه معلومه سمعتها. نحاولوا نصعدوا. هذا مكان كان يقام فيه الزيارات، الشموع والطقوس. فريجة والله ما تهون، لو كنت انا بحالهم تبكي بكي لغابينا. نذكر اننا في وسط المدينه، في وسط مدينه قسنطينه. شاهدوا وكانك في غابه. الان في منطقه فريجه بعون الفول.
في قسنطينة، اللي يحب يروح للمغامرات والغابات في وسط المدينة يقدر يستمتع بالغابات وسط المدينة. هذه ميزة من مميزات قسنطينة. معنا الاخ محمد الشريف ولد عويت الفول، تلاقيناه صدفه يحدثنا عن المنطقه هذيك. الاخ محمد الشريف تقدر تكلمنا على هذه الفريجه؟ هذه فريجه كيف واش الطقوس اللي كانوا يديروها؟ كانوا يديروا فيها النشره، ينشروا فيها، يديروا النشره، يجيو يذبحوا سرادق، حطوا الطمينه ويطلبوا ربي على الشفاء، اللي يكون مريض يتشفى. وهذه واش مسانا حبسوها يعني؟ ما عندهاش بزاف من اللي حبسوها. عندهاش بزاف. وشكون الفريجه هذه؟ ما عندكش معلومات عليها؟ هي فريجه تبع سيدي راشد. واش واليه ولا صالحه؟ واليه، هي واليه كما سيدي راشد. كما في بجايه لالا لالا قورايا. لالا قورايا. وعندنا غار ميمون ثاني. غار ميمون رحت له بصح مغلوقه كان بزاف. قبلوه. نبت فيه شي شيء. هذاك ثاني كانوا يحطوا فيه غار ميمون. سيدي ميمون ثاني. سيدي ميمون هذاك ثاني كانوا يحطوا فيه. هذه فريجه تما كانت مليحه وكانت بيان. وهذا السكان هذو وقتها الانزلاق اللي صرا؟ الانزلاق كما نظرت انا ديجا في الرياض بعد. واش من عام الانزلاق؟ السبعينات؟ في السبعينات؟ نقول في 85 86 بالك. هذاك هو في الزلزال هذاك بالك. تاع 85 هذيك دارت انزلاق. وكاينين جروب داوم وجروب مازال ما داوش. بارك الله فيك، نشكرك. عندنا اصدقائنا المقتربين طلبوا منا باش يتفكروا الايام. قال لك داير لنا فيديو على لبينا طلبهم، درنا لهم فيديو. ان شاء الله. وربما يعرفوك اللي تعرف عليك. حييهم منا بهذا المنبر. بارك الله فيهم، وكما ما نساوش فريجه ربي يسهل. مش فريجه، هما قالوا لي على عويت الفول كامله. عويت الفول راهي مهمته اللي تمام. شكرا خويا، بارك الله فيك. كانت هنا ثاني، كانت هنا الرحبة. كانت هنا رحبة صورتها. الرحبة كانت كما سوق العاصمة. صورتها كي داروا لها الكاكوفال هذيك غلقوا عليها. نهار داروا لها كابس هذيك صورتها. ربي يسهل. بارك الله فيك. بلا ما نشوفوا السكنات هنا القديمة. فيه الماء زاد تقاوم في الزمن. القديمة جدا هذا الشارع هذا. واش تصورتي عمرك كيفاش تصور؟ انا صور في الحي القديم هذا، كاين لي زيميغري طلبوا كانوا يسكنوا هنا، قال لك صورنا شوفوا بات عليك ولا هاني دوك نهبط، راني هبطت قبل نجي صورت من بعد كي جيت نحطها في الاخر راحت فاصات كل. هو دار معنا في الدور كيما انا هي هذا اسكت برك، عندنا نلعبوا غير مع اللي تحت خلاص فبورة طالع لنا. هذه هي الدار تاع فيروندو الخطيه. هذه هي بدات هذه منزل فيروندو. فيروندو هذه مدام فيروندو. كانت بكري قطعيه كبيره عندها. واش اللي عندها؟ نعرف غير الكراج هذاك اللي كراج تاع سان جون، ماشي غير هذاك عندك حاجه نعرف. انا لي زيليستر فام
هنا في قسنطينه مدام فيروندو، مدام البدال، مدام روك، فيف كوت. ايه فيف كوت. فيف كوت او ثاني ماغازين. ثاني ماغازين ايه. كاين بزاف مدام لافي اللي عندها الحاوات. الحاوات تاع راجلها. هي. مولا لافي تاع تحت. ها ايوا. هذاك اللي دخلت التينال هذاك خرجت حتى واسمو طارق سطيف. اللي خدموا لافي هذاك من نفسهم. القناة فيها غير الحوايج أسرار وتاريخ تاع قسنطينة. منين خشيت دخلتها من الفيلا تاع هذاك الدار تاع هذاك اللي قدام نور الدين من تما خرجت حتى لقيت مدارين فيها لي بوبا هذو. هذيك مال اللي خرجوا لي خرجوا هذيك هي هي. يخرجوا مال كراس الزبل هذا. اه وكان فيها تران كان فيها تران يطلع لي فاغون من 15 شكارة قنطار يهبطوا 15 يطلعوا. دي زابري هذوك حاطين. ومن بعد ردهم دي زابري. ردهم دي زابري. اه. تاع قبل لو بيت تاعهم دي فينيكيلار تسمى باش يهبطوا فيهم ال. بالكي ناتش لاكار داروهم دي زابري. دي زابري ولاو دي زابري. اه بزاف قنطينة كل دي زابري. دي زابري. وكاين واد تحت رود فرنسا. هذاك من. القهوة تاع لوريكاور وهذيك وهبطت كاين الفلو كاين مازالت كاينة تحت القهوة. اه تهضر على الهوتيل رحت له رحت له كاين بحيره تما اي كاين بحيره رحت له هذاك ما خوه مات تما كورون ما خلاش ندخل اي هذيك هي هذيك هذاك هذيك وسمو اي عندك الحق حملاوي شارع حملاوي الهوتيل بالمهيدي هوتيل دو باري وكيف في الزنيقه هذيك هو يبيعوا القشم حاطين الريدوات عليه هذاك هو باب يدخلك تدخل تحت فيه بحيره ومازال فيها الماء كاين الماء وفيها الحوت والله ما شفتش انا خاصة انا الحوت هادو تاع الاتاك ادخل اسمع ادخل فيديوهات تلقاه ماني صورت بصح ما صورتش البحيره صورت غير منين يدخلوا واش من سيت يدخل دي زاد ويك اسمو دي زاد ويك يوتيوب 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 ويك كيما اسبوع دي زاد ويك دبل في او او كا ويك هذا منزل فيروندو مدام فيروندو معمره شوف كيف راحت مع زمانها مع ايامها هذا مسجد الأرقم بن أبي الأرقم بساتين فيه طبعا منازل تهدمت بفعل انزلاقات شوف كيف هناك منازل مهدمة السلام عليكم صحيتو كاين اللي مازالو حاكمين رحمة ديارو كاين اللي راحو ياه دير في فيديو فيديو ياه الصحافة الصحافة يوتيوب برك صحابنا اللي زيميكري حبوا يشوفوا كانوا يسكنوا هنا كانوا يسكنوا هنا ايه. يقول لهم قال لكم يونس ولد كامل الله يرحمه ديدي كاس ليكم ونسمع اه يا فوت نور وتسعم غربة تسعمين تلفون عمي ايه هو معكم يونس ولد كامل الله يرحمه عمي عمر كليرور الله يرحمه تحياتنا وديدي كاس ليكم ناس الغربة تابين الفول راكم هنا هاي صح هما بعد ما جا لهم الخرجة هذه تاع اليوم ربي يجيبكم بخير تابين الفول تاعنا الخرجة على جالهم كاين حتى اللي ما شافوش قسنطينة سنوات وسنوات هي مرحبا بهم في بلادهم ان شاء الله يجيو ان شاء الله تعيش يا صحيح
هذه الكرمة ما زالت شاهدة. باش تعرفوا بأننا في وسط المدينة، شاهدوا هذاك فندق نوفوتيل. السلام عليكم، بارك الله فيكم. بناء الحي هنا. هي احد المنازل اللي تهدمت انزلاقات. شوف حتى في الطريق الطريق انزلق. بقى الا هذا المكادام، هذه الحجاره اللي راس في الطريق القادمه. How are you? Speak English. Show us the shop. هذه الرهبة، وهذه لاكروفيل ولا لاكابس كما يسميوها هنا في الظروف. اوكي، هذه قلت لي داودي سليمان اكسبياد. ايوا، وهذيك علجية صاي راحت بقات. راحت هذيك علجية، هذيك راحت القمداني ما عادوش يقراو فيها. هاي فريال كانت مدام في الزغدان، كانت هذه ثاني كان جامع الكيل، هي ماتت مسكينة. كانوا والله يقراو غير ولاد الطب، وهذاك خرجوا دي كادر منا عاد لي جيج مفوتيزم. هادو ذكريات، هادو ذكريات. وهادو هنا تابع لكم ولا ليكول؟ هاد الدخلة هذي هادي لينا ليكم تاع السكان، ومنها نقدروا نصوروا تبان للصحة. هاي صحيت يا مدام، آية تعيش يا نحاولوا الدخول. دي زاد ويك، دي زاد يعني جزائر، ويك اسبوع، دوبل في او او كا لا سومان. آية ان شاء الله. هذه داودي شوفوها من.
العفو والغفران.